على الحديدة المدببة المسمومة وذهب فيها في شارع من شوارع أوروبا وفتك بالناس. تذكرتني يا شموسي، بتعرف بإيش؟ بالسكينة التي أعطاها ابن عبد الوهاب لواحد مجنون ليقتل أخاه. مين أخاه؟ مش أخاه، ليقتل المجنون أخاه، ترجع على أقرب مذكور، لا، ليقتل سليمان ابن عبد الوهاب اللي هو أخو محمد ابن عبد الوهاب. يعني هو محمد بن عبد أرسل مجنون ليقتل أخا محمد بن عبد الوهاب. لا، لأنه هذا رد عليه في كتاب الصواعق الإلهية، في الرد على الوهابية وابن عبد الوهاب. حتى عبد الوهاب نفسه هو عبد الوهاب نفسه وحذر من ابنه، وابنه محمد هذا سليمان أيضا رد على أخيه، أبوه توسم فيه الضلال، وأبنه وهذا حكاه هذا ابن حميد في هذا على ضرائع الحنابلة، السحب الوابلة على ضرائع الحنابلة. طبعا المحقق الوهابي راح يكتب حواشي وكذا ويقول لها هذا الظلم إلى طبعا هذا ابن حميد كان حنبلي فعلا، وإني أصلا كانت مشكلتهم مع الحنابلة إني أصلا وهابي، يتبرأ منهم إذا كان السفاريني وابن هذا ابن فيروز. وشوفوا أنتم مقاطع أخينا الشيخ محمد عبد الواحد أخونا محمد عبد الواحد عنده هذا موقف حنبلي بقى من الوهابي. ما بيقول لك واحد حنبلي، أي حنبلي، الموقف الحنبلي شديد جدا، وهو كان شديد جدا على الوهابي أصلا. المشكلة الطريف الموضوع أن الوهابية لا بتسأل الوهابي بيقول لك أنا حنبلي، ما بيلك انا وهابي انه مستحي منها، بيقول لك انا حنبلي. ايش انتم الحنابلي معترفين فيكم اصلا؟ ليش انتم ايه؟ شوف قال هذا الدعوشي الشموذي، دعوشي عم ينتقد هذه قضيه العمليه اللي صارت بالمانيا، قتل واحد داعشي واحد 30 ألمانيا. انت نفسك مو قلت ليش انت تفتي بالقتل في داعش هناك في دير الزور؟ ولا جابوك انت بقدره قادر اجهزه المخابرات لهنيك لتكمل مهمتك بقى بالهذا بالفتنه بين المسلمين. طيب هل هذا الفعل يوافق شرعنا الإسلامي؟ الجواب سيكون حصرا من كتب أهل السنة والجماعة، من كتب الدراسية هجموا عليهم وقتلوهم وسفكوا دماء. قال هذه كل حكينا لكم بالحلقة الماضية هي لما رددنا عليه عم يتكلم عن جريمة، قال عم يتكلم عن هذا هيك الفيديو، جريمتان أشعريتان ليه انه ليش طافوا بالشرائح، وهذا الملكاوي اللي شارى كتب الجهمية. احنا جبنا لكم انه اصلا انتم اقل من ذلك تسفكوا دم الانسان، اقل من ذلك، انه الذي يقول المقام المحمود هو الشفاعة كما جاء في حديث البخاري، اذا يقول هو الشفاعة ولا يقول هو انه يجلس هو أن يجلسه الله، يجلس نبيه على عرشه معه يوم القيامة، هذا يكفر، هذا زندق وكفر ويقتل. هذا مين كتبه؟ هو نفسه هذا الشموسي، عامل مقال طويل عليها، هذا عنك عليها حلقات. هذه شوف هاي هون، هاي المقام المحمود، شوف بس انت اكتب هذا 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 هون، نحن نسينا ما نوثق المرة الماضية، بس اكتب هاي هذا موقع محمد شمس الدين الحيص، المقام المحمود جلوس النبي على عرشه على العرش، بس كتب قتل، بس كلمة كتب قتل. شوف هاي هون لسه هون، شوف انه من ينكر هذا الاثر اثر ضعيف، بس شوف قال فهو زنديق لا يستتاب ويقتل. شوف يا لطيف، انا كتبت هنا بالقصاصات الوهابية التي ستأتيكم. طيب هل واحد اذا انكر المقام المحمود كله، ما مش مقام محمود كله لأنه وارد في القرآن، طيب اذا انكر ان المقام المحمود هو الشفاعة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، هل يقتل؟ لا، ظاهر كلامه انه لا يقتل، يقتل اذا انكر انه الاقعاد على عرشه كما جاء في اثر مجاهد اللي هو اصلا عن مجاهد ضعيف، والذي صح مجاهد خلافه ابن ابي نجيح عن ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد انه المقام المحمود هو الشفاعه، هكذا جاء عن مجاهد ونفسه السند هذا ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد انه استوى على، شوف عندي يقتل ولا يستتاب، ما بسيت تقول له حتى لو تاب ما بنقبل من توبتك. لاحظ هذا اللي جاي بدي ناظر، شوف
يقتل. شوف يقتل، ما حكم عندي الا زنديق يقتل. لا عصب هذا اللي جاء ومين هذا؟ يعني هذا قتل واحد يقول لا اله الا الله وما سوى شيء، بل لك المقام محمود والشفاعه كما جاء في حديث البخاري. انتم مو بتاخذوا احاديث الاحاد ومو بتنكر على الاشاعره انه ما اخذوا احاديث الاحاد الحديث الجاري؟ طيب انت هون عم تقتل لانه اخذ بحديث الاحاد؟ لا عم تقتل قتل. شوف 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 هو هذا بده يجي يرد على يرد على قضيه العمليه هي. طبعا هي عمليه مدانه لا شك، ماشي، بس انت مين بدك تحكي مين؟ شوف العاهره بدها تتكلم على الشرف، ما بيصير. يعني عم تكلم على العاهره شو انت تقول؟ والله عم تكلم وحده عايره بتكلم على الشرف، ما بيصير. مع انه هو الغزالي غير بقول لك حتى لو واحد عم يشرب خمر يجب ان ينهى جليسه عن شرب الخمر، انه يعني طيب انا بتلاقي لا انت بلا ما تشرب يعني. طيب على كل كانوا كان دار حرب وعدو، فالعدو من شوف عم بيجيب لك انه هون كلام الامام الشافعي انه اذا دخلت دار حرب وامنوك ما بيصير انت تفتك بهم او تخدعهم او تقتلهم او كذا. اسمع الفضيحه هاي، اسمع هم امنون من المسلمين امنون الى ان يفارقوهم. هاي عم مين بيحكي عن دار الحرب؟ او يبلغوا مده امانهم. عم مين بيحكي هون؟ إذا قالوا الأمان بيننا وبينكم مدة معينة وكان لهذه المدة. شوف إنه ما بيصير إنه إنه حتى لو دخلت على دار حرب إسرائيل الآن دخلت عليه قالوا لك وزارة الخارجية الإسرائيلية دخلوك بأمان تروح تقتل هنيك، عرفت كيف؟ طيب وإذا دخلت على دار ديار المسلمين وسفكت فيها وقتلته وحكمت بكفره مثلهم شو؟ اسمعوا تفضل تفضل شوف حتى تعرفوا انه هدول مثل ما فعل الخوارج زمان. وجدوا صحابي وامرأته حامل فقتلوا الصحابي وقتلوا زوجته وبقروا بطنها. شافوا يهود ونصارى قالوا مرحبا بذمة رسول الله، انتم اوصانا الله اوصانا رسول الله بكم، انت الرسول اوصاك باهل الذمه اليهود والنصارى وما اوصاك باصحابي اصحابي لا تتخذوه غرضا بعد قتلتهم. شوف 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 هذول قالوا شوف هاي الدرر السنيه تجيب لكم شوف كيف حكموا. شوف اهل مصر هذول شوف جماعه امور شركيه فقد جاوزوا بهم ما ادعته الجاهليه لاهلياتهم ودعوا لهم تدبير الربوبيه. وهذا هون بالنسبه بقى لبلاد اليمن ان شوف هؤلاء اهل اليمن، شوف كذلك اهل حلب واهل دمشق وسائر بلاد الشام عدلوا عن عباده الرحمن الى عباده القبور. هاي بالنسبه وهي هو بالنسبه لبلاد ايش كفر الدوله. شوف هاي الدولة العثمانية، شوف من لم يعرف كفر الدولة الدولة العثمانية، شوف ولم يفرق بينهم وبين البغاة، لم يعرف معنى لا إله الله كفروه. شوف أنه هؤلاء أشد وأعظم كفرا ممن لم يكفر، من لم يكفر شوف الدولة العثمانية أشد وأعظم كفرا منهم. شوف وهذا شوف هنا أيضا شوف أيضا بنصهم شوف ومن عرف هذا الأصل الأصيل عرف ضرر الفتن الواقع في هذا الزمن بالعساكر التركية لاحظة وتقتضي ظهور الشرك والتعطيل. شوف هون عم يكفر الآن الدولة العثمانية. شوف وأنه لاحظ واجيب لكم بقى وثقة وطبعا وثائق كثيرة وتكفير بقى الوهابي لأهل دبي وأبي وأبو ظبي وسلطنة عمان. شوف 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 هاي شوف كله قوه لا تصح إمامة من لم يكفر أهل دبي وأبو ظبي والجهمية القبولية. هذا وين هذا؟ في كتاب لاحظ هذا هون شوف إجماع أهل السنة على تكفير المعطلة والجهمية وهذا ما تقوله شغل قديم. ابن باز هلا قريبا قال يجب مقاتلة الدول العربية لأنها ليست توحيد. لأوريكم إياه هذا فوائد علمية من الدروس البازية. شوف هذه الطوائف يجب أن تقاتل في مصر والشام والعراق وكل مكان عطلت فيه الشريعة، فيجب أن تقاتل حتى تقيم الشريعة. شوف هذا مش ابن باز كمان، باز ابن باز مات هلا هذا الرئيس هذا اللي بيقول لك أنه معلش الحاكم يطلع على التلفزيون نص ساعة يزني ويشرب الخمر وكذا. شوف اسمعوا كلام والدول اللي حولك كلها ما فيها ولا حاكم يقوم التوحيد ولا حاكم يقيم التوحيد، يلا علموني أي حاكم. لاحظتم ما في ولا دولة فيها توحيد، بس انه اقصد السعودية لانه هذا مدخلي، عرفتم؟ فرجيكم على الشموسي بقى يذبح ويقتل ويوقف في مزبلة. هو هذا الشموسي، اسمعوا هذه فتوى من الشموسي او ينقلها. فهو كافر بربه، حلال الدم يستتب فان تاب والا ضربت عنقه والقى. وين يلقى؟ ضربت عنقه ويوقف على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون. هذا ايش عم يحكي؟ انه من لم يقول استوى على العرش ماشي، استوى على العرش ماشي، بس انه ايش
بائع من خلقه. يا لطيف هذه بائع ما جاءت هذه. أنت تعرفه أقول لك الشرائع هي يا أخي ما عمل شيء، أنا بس عم يطوف عم يقرأ كتاب الجامعة فضربوا. إيش مش أنت عملته؟ والحمد لله رب العالمين.